السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم إن شاء الله غادي نبدأ معكم فروض المرحلة الرابعة اللي كيخصوا المستوى السادس ابتدائي، فرض رقم 2، الدورة الثانية، بخصوص مادة النشاط العلمي، وغادي ندير معكم فروض اللغة الفرنسية وباقي المواد ديال التعليم الابتدائي إن شاء الله. إذا كنرحب بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقوا يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم للقناة اللي غادي تلقى فيها الفروض، الدروس، وكذلك الامتحانات الإشهادية، المستويات الإشهادية، وبالضبط المستوى السادس ابتدائي. إذا اليوم إن شاء الله غادي نديروا الفرض كما قلت لكم، الفرض الثاني، الدورة الثانية، مستوى السادس ابتدائي، الموسم الدراسي 2021-2022. وعندي هنايا بعض الانشطه، عندي 4 ديال الانشطه، نشاط باللغه الفرنسيه و3 ديال الانشطه باللغه العربيه كما عودتكم دائما في الفروض ديال تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. اذا مرحبا بكم، نبداو على بركه الله الانجاز ديال الانشطه المبينه هنايا. هذا النشاط الاول، عليه 6 ديال النقط، يعني الغالبيه ديال النقط كاينه في النشاط رقم واحد لان فيه الحساب. انتبهوا معايا، تم تشغيل الاجهزه الكهربائيه التاليه في ان واحد لمده ساعتين. اذا هذه الاجهزه هذه تم تشغيلها في آن واحد، يعني في دقة واحدة، بدينا التشغيل ديالهم في دقة واحدة، يعني في ثانية واحدة، في دقيقة واحدة، لمدة ساعتين. شحال دوزو هما خدامين؟ ساعتين. درنا الجهاز، عندي مصباح عادي، عندي مكوات، عندي شاحن هاتف، غسالة وتلفاز. بالنسبة للطاقة المستهلكة 0.5 كيلووات باغ اور بالنسبة للمصباح العادي، 1.2 كيلووات باغ اور بالنسبة للمكوات، 0.01 كيلووات باغ اور بالنسبه للشاحن ديال الهاتف، بالنسبه للغساله 2.3 كيلووات باغ اور، وبالنسبه للتلفاز 0.25 كيلووات باغ اور. مزيان، اذا نبداو بانجاز الاسئله. السؤال الاول، ما هو الجهاز الاكثر استهلاكا للطاقه الكهربائيه؟ شكون هو الجهاز اللي كيستهلك الطاقه الكهربائيه بشكل كبير من بين هاد الاجهزه اللي كاينين هنا؟ اذا هنا كما كتلاحظوا هنا 0.5، 1.2، 0.01، هنا 2.3، وهنا 0.25. اذا اكبر طاقه مستهلكه هي 2.3 كيلووات باغ اور التي يستهلكها او التي تستهلكها الغساله. اذا الغساله هي الجهاز الاكثر استهلاكا للطاقه الكهربائيه. اذا الغساله، الغساله بقيمة، يعني قيمة الاستهلاك بقيمة 2.3 كيلووات باغ اور. إذا 2.3 كيلووات باغ اور اللي كتساوي 2300 وات باغ اور. صافي، مزيان. ندوزو للسؤال الثاني، حدد كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة في هذا البيت خلال هذه المدة. إذا غنحسبوا الآن الكمية ديال الطاقة الكهربائية المستهلكة في هذا البيت. إذا باش نعرفوا الطاقة الكهربائية المستهلكة في هذا البيت خلال المدة ديال ساعتين، خصنا نجمعوا فقط، نجمعوا هذه الطاقات المستهلكة. إذا نكتبوا، إذا كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة، تبعوا معايا، في هذا البيت هي، في هذا البيت هي، لأن هذه هي كمية الطاقة. نحسبوها، إذا غنديرو 0.5 كيلووات باغ أور زائد 1.2 كيلووات باغ أور زائد 0.01 كيلووات باغ أور زائد 2.3 كيلووات باغ أور زائد 0.25 كيلووات باغ أور. هنايا غادي نجمعوهم وغادي نحصلو على 4.26 كيلووات باغ اور، وهو الاستهلاك ديالاش، استهلاك ديال هاد الأجهزة الكهربائية خلال ساعتين، 4.26 كيلووات باغ اور. صافي، إذا هي كمية الطاقة المستهلكة في هذا البيت خلال ساعتين. سؤال رقم 3، أحسب كلفة، إذا الكلفة كنتكلمو على المبلغ، يعني التكلفة ديال الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال ساعتين، علما أن ثمن الكيلووات الواحد هو 1.06 درهم. إذا إلا عرفنا بأنه الكمية ديال، أو لا عفوا، السعر، يعني الثمن، ثمن ديال كيلووات واحد من الطاقة الكهربائية كيساوي 1.06 درهم، إذا شحال التكلفة ديال 4.26؟ إذا غنديرو عملية ثلاثية من طبيعة الحال. إذا ندير 1 كيلووات باغ أور، هذا شحال التكلفة ديالو؟ قلنا هو 1.06
0.6 درهم ياك دي اللي شفناها هنايا. مزيان دابا غنبحثو على التكلفة ديال 4.26 كيلو وات باغ اور، اللي هي ماذا؟ اللي هي الطاقة المستهلكة والطاقة الكهربائية المستهلكة في هذا البيت خلال ساعتين. إذا بغينا نعرفو هاد التكلفة، إذا التكلفة شحال كتساوي بناء العملية الثلاثية، هادي مضروبة في هادي ونقسمو على هادي، بالتالي غادي نضربو إذا هاد إكس هادي اللي هو المجهول ش غيساوي لي؟ غيساوي لي 4.26 اللي هي كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة مضروبة في 1.06 اللي هي تكلفة الكيلووات واحد على 1 كيلووات باغ أوغ اللي هي كيلووات واحد، صحيح؟ إذا شحال كتساوي لي هادي؟ هادي كتساوي لي 4.52، إذا الكيلووات غيمشي مع الكيلووات، تا هادي كيلووات باغ أوغ، وغادي يولي بالدرهم، إذا هادي درهم، وبالتالي غتولي 4.52 درهم. إذا كمية أو لا كلفة الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال ساعتين هي ماذا؟ 4.52 درهم. صافي. دوزو السؤال الموالي، السؤال الموالي اللي هو اون فرونسي، غولي شاك ايتيكات ا سا سينيفيكاسيون، غادي نربطو هاد لي زيتيكات هادو بالتعريف ديالهم. إذن هنايا هادو هما العلاقات الغذائية داخل وسط بيئي، عندي لا بريداسيون اللي هي الافتراس، الافتراس، عندي لا ميوتياليزم، عندي لو ميوتياليزم اللي هي التعاون، بارازيتيزم اللي هو التطفل، عندي كومبيتيسيون اللي هي التنافس. مزيان دابا نربطو، لو بارازيت في سور لوت اللي هو المتطفل يعيش على الفريسة أو المتطفل عليه، إذا هنايا هادي علاقة التطفل بارازيتيزم. مزيان، لي زاتر فيفون سو ديسبوت لي غوسورس، يعني الكائنات الحية تتنافس على الغذاء أو على الموارد، هادي التنافس بين لي دو زاتر فيفون سد، الكائنان الحيين يتعاونان، إذا هادي التعاون. Le prédateur mange le prédateur mange la proie, يعني المفترس يفترس أو لا يأكل الفريسة، هذه الافتراس، صافي. مزيان، إذا la prédation c'est le prédateur mange la proie, le mutualisme les deux êtres vivants cèdent, le parasitisme le parasite vit sur l'hôte, et la compétition les êtres vivants se disputent les ressources، صافي. دوزو النشاط الثالث، علاش نقطة ونصف؟ السؤال الأول أعطي تعريفا بسيطا للرافعة، إذا ما معنى الرافعة؟ ماذا نقصد بالرافعة؟ إذا الرافعة هي آلة بسيطة، إذا آلة بسيطة، هي آلة بسيطة تمكننا، منين كتمكننا؟ تمكننا من رفع، كتمكننا من رفع الأجسام الثقيلة، إذا الأجسام، الأجسام دون عناء، دون عناء كبير وفق القانون التالي. إذا وفق القانون التالي، فين هو القانون؟ القانون غنتعرفوه هنا، غنتعرفوه في السؤال الثاني. إذا التعريف هو آلة بسيطة، إذا الرافعة هي آلة بسيطة تمكننا من رفع الأجسام دون عناء كبير وفق القانون التالي، القانون غنتعرفوه هنا. ما هي العلاقة التي تعبر عن قانون الرافعة؟ إذا العلاقة التي تعبر عن قانون الرافعة، أولا قانون الرافعة هو على الشكل التالي، هو حاصل ضرب الكتلة، إذا هو الضرب ديال الكتلة، مثلا الكتلة أ أو القوة المؤثرة في المسافة الفاصلة بين نقطة الكتلة أ أو تسليط القوة ونقطة الارتكاز O، يساوي حاصل ضرب الكتلة المقاومة B أو القوة المقاومة في المسافة الفاصلة بين نقطة الارتكاز ونقطة الكتلة المقاومة B، يعني القوة المقاومة. إذا هنايا العلاقة اللي كتعبر على قانون الرافعة هي هذه MA في OA يساوي MB في OB، هي الثانية، يعني كيكون عندي الرافعة مثلا بحال هكا، هنايا O، هنا A، وهنا B، صافي. يعني شنو كنقولوا؟ MA الكتلة ديال A مضروبة من OA، يعني المسافة الفاصلة من OA كتساوي الكتلة ديال B ياك مضروبة في المسافة من O إلى B، صافي. إذن هذا هو قانون الرافعة. ندوزو للنشاط الرابع والأخير اللي غنجاوبو فقط بصح أو خطأ، إذا كانت العبارة صحيحة سأكتب صحيح، وإذا كانت العبارة خاطئة سأكتب خطأ. توفر لنا الطاقة الكهربائية المنزلية الإنارة فقط، خطأ.
لأنه للطاقة الكهربائية المنزلية استعمالات عديدة من بينها الإنارة. كاين استعمالات أخرى بحيث نستعملها في الإضاءة، وكذلك في بالنسبة للأجهزة الكهربائية المنزلية إلى غير ذلك. تقاس الطاقة الكهربائية بالكيلوات ساعة، نعم صحيح. إذا كيلوات ساعة أو لا الوات ساعة، نعم. تنتج الطاقة الكهربائية في المحطة الكهرومائية بفعل قوة الماء، نعم. تنتج الطاقة الكهربائية في المحطة الكهرومائية بفعل قوة الماء، نعم. قوة الماء هي التي تساهم في إنتاج الطاقة الكهربائية، إذا صحيح. وبهذا غادي نكون كملت لافيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الفرد رقم 2، الدورة الثانية، النشاط العلمي، المستوى السادس ابتدائي، فروض المراقبة المستمرة الثانية، يعني الدورة الثانية، الموسم الدراسي 2021-2022. كنتمنى أنكم تزيدوا دعموا قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقوا يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.